السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. النهارده هنشوف مع بعض فنجان برج الجوزاء الفتره دي مستخبي ايه عندك. يا رب القراءه تكون جميله وتكون عباره عن هدوء تام لحياتك. طيب يلا بينا بقى برج الجوزاء، ننزل باللايك الحلو علشان بيرفع الفيديو بتاعك، وبالتعليق الجميل اللي بتصلي بيه على الحبيب، ونشوف اخبار برج الجوزاء الفترة دي فيها ايه من كل حياته. بسم الله بسم الله. بص الطاقة بتاعتكم، الطاقة بتاعتكم حلو، اللون اصلا جميل، بيدل على الخير، يعني بيدل على طاقة فرج. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. طيب اول حاجة، انتوا عندكم نصرة، نصرة كبيرة، او هتبقى فرحة كبيرة قوي على حياتكم، لان انتوا هنا عشتوا فترة من الحزن بجميع مشقاته، جميع حزنه. في طبعا ما حدش يزعل مني، علاقة سلسة، علاقة ثلاثية في حياتكم، ودي ماسكة فيكم وميتة اهي، علاقة متحكمة فيكم، يعني مش متحكمة فيكم ماشيين وراها، متحكمة فيكم ان هي مش عايزة تفارقكم ابدا. طيب كمان البعض منكم هيكون عنده مولود او عنده خير، خير كبير، لكن في عينين، العينين دول راشقين في حياتكم، عاملين زي الثعلب، مش كويسين خالص. طيب انتوا الفترة دي حاسين ان انتوا متربطين، حاسين ان انتوا فاقدين ثقتكم في ناس معينة، الله اعلم، لكن انتوا بتدعوا دايما ربنا ينتقم لكم من الناس اللي ظلمتكم. طيب في حد عمل لكم عمل، الحد اللي عمل لكم عمل ده اي نعم هو بيحاول يأذيكم، لكن ربنا حميكم، او ربنا يعني ان شاء الله هيقبلكم السحر على الساحه، لان فيه خبر حلو قوي انتم مستنيينه هيجي لكم بخير وفرحه بفضل ربنا. طيب البعض منكم هنا قاعد وحاطط ايده على خده، انتم مستنيين، يعني البعض منكم مستني ورقه تتمضي، البعض منكم مستني سفر، الله اعلم. انتوا بقالكم مدة تعبانين، او في طاقة من التعب متوزعة عليكم في كل جسدكم، وعشان كده عندكم اعراض غريبة. دايما اقول حرف الام يظهر لكم في كل مشقات حياتكم، لكن جنب حرف الام في قلب، ده بيدل ان في ضغوط عليكم من حرف الام، او انتوا بتحبوا حرف الام، او في يعني فراق بينكم، الله اعلم، او كانت في علاقة وانتهت، لكن حرف الام جنبه قلب مكسور، فخدوا بالكم. هنا كمان في غيمة، الغيمة السودة دي يعني عاملة لكم طاقة بتخليكم كده بتفكروا كتير قوي، لان انتوا اصلا برج عاطفي، عاطفي قوي، وبتحب الحنان، او بتحب الرومانسيه، بتحبوا الهدوء، بتحبوا الحياه تكون فيها تفاهم. في انقلاب حال من حال. طيب البعض منكم بينه وما بين الشريك مشاكل، البعض منكم الشريك حطه في فوق دماغه. طيب عايزه اقول حاجه، ودي حاجه مهمه ومحدش يزعل مني، في حد مهكر التليفون بتاعكم، او مهكر حاجات تخصكم، واتمنى تكونوا فاهميني، لان في لغز مفقود، ودي طاقه كبيره جدا حد بيراقبكم فيها. طيب البعض منكم هنا بيحاول يبعد نفسه عن ناس، او ينفصل عن ناس معينة، لكن انتوا هنا شايلين هم كبير، شايلين يعني شايلين حمل كبير قوي. ليه؟ في منصب حلو قوي ليكم، لكن في حزن. طيب بالنسبة للفتاة، الفتاة انت ظهرك منحي، ظهرك منحني رقم 8، يعني في انت عاملة زي الجبل ما يهزك ريح، في ضغوط عليكي من كل الاتجاهات،
كمان البعض منكم ماسك طفل، ماسك طفل يعني في طفل انتوا بتحبوه، في واحدة ست دايما ماسكة المصحف او دايما ساجدة وبتدعي لكم، والست دي تعبانة صحيا، عندها هم ما يتلم بمعنى اصح، او عندها هم كبير وانتوا بتحاولوا تقفوا معاها وبتداروها. طيب انتوا هتوصلوا، وهتوصلوا على خير كبير قوي كمان، لان في تغيرات جذرية على جميع الاوضاع بتاعتكم. لكن كونوا حراسيين من كل حاجة بتطلع من لسانكم، لان انتوا طول عمركم شايلين الهم، طول عمركم خايفين من بكرة، طول عمركم في مشاكل تخص اطفال، تخص محاكم، تخص ورث، يعني تخص كده اموال. فخدوا بالكم من العين، لان انتوا اصلا الهوا اللي بيعدي عليكم بيأذيكم، وخلوا بالكم من الكلام اللي انا بقوله ده، اي حاجة بتعدي عليكم بتأذيكم، لان انتوا اصلا دايما طاقتكم بتاخدوها من دايما طاقتكم، دايما ابتسامتكم، دايما فرحتكم بتاخدوها من الناس اللي حواليكم. يعني لو حد حواليكم مبسوط فانتوا مبسوطين. في تعبير عن حب وسكة جديدة، تعبير حلو، أو سكة جديدة هتكون منفرجة على أوضاعكم، على تغيراتكم، الله أعلم. الطاقة بتاعتكم بتقول إن أنتوا الفترة دي تخلوا بالكم من امضى من اي حاجة، يعني امضة ورق، اي امضى، لو في امضى عندكم مش عايزاكم تمضوا على اي حاجة خالص، فخدوا بالكم. طيب في حاجة بينكم ما بين برج ناري، يعني لو انتوا عندكم برج الحمل، عندكم برج القوس، برج الاسد، في شوية حزن، شوية الم بينكم ما بين الابراج دي، لان انتوا هنا في دعوة بتدعوها على حد من الابراج دي قصر بخاطركم او اخد منكم مال. طيب احب اقول لكم كمان ان انتوا هنا واقفين على شجرة، ده معنى الكلام ده بيدل على ان انتوا بتدعوا ربنا كتير قوي، وطول الوقت رافعين ايديكم ان ربنا ينصركم على ما ابتلاكم، او ينصركم على اي حاجة في حياتكم، لان انتوا يعني في امور مش مستجدة عندكم، وده بسبب الضغوطات النفسية. طيب انتوا هنا بتدوروا على طريق يعني تخلصوا من كتر الضغوط ومن كتر المشاكل، او بتتخلصوا من الامور اللي مستجدة، يعني اللي عمالة تتضايق فيكم. طيب وصل لكم الخبر المفرح ولا لسه؟ في خبر وصل لكم في يعني في الأشهر اللي فاتت. طيب عندكم حرف الايه، حرف الالف، حرف العين، الحروف دول موجودة، فهتبقى موجودة في مستقبلكم. طيب في حد دايما بيبدأ نفسه، يعني بيبدأ نفسه عن اللي حواليه، يعني ما يعني مثلا ايه، حد أناني متسلط، تفكير كده مش عارفينه. طيب في حد هنا عايز يلبسكم تهمة، الحد ده يعني بيحاول ان هو بيتكلم معاكم، يسحب منكم كلام، يسحب منكم امور، لكن هو انسان مش كويس، فخلي بالكم، لان انتم ماسكين في دماغ بعض، وده بيدل ان في كلام سلبي. طيب انتوا هنا كمان صحتكم الفترة اللي جاية هتكون خير، لان
هتلاقوا سبب التعطيل اللي عندكم، وسبب التعطيل هو سحر تعطيل، وده طبعا وقف حال. حد عمله لكم مرتين، الحد ده مش يعني مش عايزكم مبسوطين في حياتكم، او دايما مستكتر النعم عليكم. والحد ده انتوا حتى بالأمارة لما تيجوا تتكلموا معاه بتلاقوه كده وشه بدي ألوان، فخدوا بالكم من الحتة دي. طيب القلب ليه فيه ضغوطات كتيرة؟ القلب ليه فيه أمور كتيرة قوي؟ يعني في حد عمال يلعب معاكم على طريق مشاعر، على طريق كلام، أمور كده مختلفة، فخلوا بالكم. كمان انتوا في حاسين ان انتوا في طاقة ضغوطات. طيب البعض منكم هنا هيكون عنده لقاءات حلوة، اخبار حلوة، انتوا عمالين تنتظروا وسايبينها على ربنا، فبإذن الله هيكون امور حلوة. كمان انتوا في يعني الفترة دي كمان قضية في المحكمة هتبقى من صفكم، يعني لو انتوا عندكم قضية خلال الفترة دي بالظبط هيكون خير ليكم. طيب في إشارة، الإشارة دي بتدل على ان في خير حلوة ليكم، لكن العين عاملة زي الشمس على بيتكم. العين يعني العين بسم الله غريبة قوي، يعني ما بتعملش اي حاجة غير ان هي مركزة على بيتكم قوي، مركزة على الوضع اللي انتوا فيه، بتاكلوا ايه، تشربوا ايه، فعشان كده في زعل وفي شوية مشاجرات بينكم وما بين الشخص اللي انتوا بتحبوه. في حاجة مش فاهمينها في خصوص العاطفة، لا اما انتوا مش فاهمين الشريك، لا اما انتوا في بعد بينكم وبين الشريك، يعني مفيش احساس زي الاول، مفيش قبول زي الاول، حاسين ان انتوا في حاجة غلط، في تعبان عندكم، والتعبان ده كبير، ده بيدل ان هو متربي في ارض بيتكم، يعني بيدل ان هو من بدري في بيتكم. طيب مين اللي عنده ديون؟ انتوا عليكم ديون عايزين تسدوها، ولا في حد يخص قلبكم يعني مرتبطين بيه، اخ، اخت، زوج، زي ما يكون عليهم ديون، لان في ديون كتير قوي وانتوا شايلين هم الديون بتاعت الشخص اللي انتم في حياتكم. يا اما الديون دي ديون عملية عملها، ديون امور الله اعلم، لكن في كمية ديون عليكم. طيب البعض منكم عنده بيع وشراء، يعني لو اما انتوا عايزين تبيعوا حاجة او تشتروا حاجة، لان في استثمار، في امور. طيب في عندكم انفراجة حلوة، يعني لو انتوا عارضين حاجة على البيع، او في حاجة عايزين تبيعوها هتتباع، لان في طريق مفتوح بتخص البيت اللي انتوا عارضينه للبيع. طيب حياتكم اتقلبت فوق على تحت بسبب ناس موجودة في حياتكم، الناس اللي موجودة في حياتكم دي متجسسين او مراقبين او ما بيعملوش حاجة، ان هم مركزين. انتوا عندكم طاقة ايجابية، فعايزة الفتاة بالأخص لو انت بتفكري في جواز او بتفكري في رجوع حق، ابعدوا عن الناس المتسلطة، الناس اللي طاقتها مش ثابتة، الناس دي بتأذيكم بأفكارها الخبيثة، لان انتوا زي ما قلت لكم بتاخدوا طاقتكم من اي حاجة معدية قدامكم. هتحاولوا الفترة دي تحصنوا نفسكم قوي، لان هيكون في لقاء او مقابلة، فاللقاء او المقابلة دي لو انتوا حصنتوا نفسكم فيها هتكون من صفكم. في كارما من ظلمكم،
لان انتوا في مش عارفين تاخدوا الطريق الصح، في طاقة ظلم واقع عليكم، وعشان كده في علاقات عايزين تنهوها، في امور عايزين تخرجوا منها، حاسين انه في دايرة مقفولة عليكم، لكن الفرج من عند ربنا. طيب نادرين ندر، او عليكم ندر، يعني عليكم حاجة فعايزين تعملوها، الله اعلم. ف يعني شوف انتوا عايزين تعملوا ايه، واللي هتعملوه هيكون خير ليكم. طبعا انتوا الماضي خلاص ما بقيتوش تهتموا بيه، الماضي مش مركزين معاه خالص، تركتوا الماضي وبتنضفوا الطاقة اللي يعني الطاقة اللي موجودة من عندكم في الماضي. يعني لو كان عندكم طاقة في الماضي سلبية او افكار، بتحاولوا ان انتوا دايما تعملوا لنفسكم طاقة جديدة، بتحاولوا ان انتوا يعني تجددوا طاقتكم على طول. في هنا تخليص، تخليص حق مع واحدة عمة، يعني عمتكم، يعني هي واحدة ست كبيرة، الست دي انتوا بتدعوا عليها على طول، اكلت حقكم، ظلمتكم، الله اعلم. انتوا في قرار لازم تاخدوه الفترة اللي جاية، القرار ده هيكون مناسب قوي لحياتكم، او هيكون عبارة عن طاقة جديدة. لو القرار ده خدتوه في الوقت المناسب الفترة اللي جاية ما بين 15 20 يوم، القرار ده هيبعد عنكم الغيمة السوداء، والغيمة السوداء دي هي اللي مسيطرة في تفكيركم. ومن وقت للتاني بتحسوا بأعراض غريبة، من وقت للتاني بتحسوا بعدم استقرار مع نفسكم، تحسوا ان انتوا هرموناتكم دايما بتتغير، دايما في حاجة فاقدينها، فاقدين مشاعر الأمومة، فاقدين مشاعر الحب، فاقدين مشاعر الأهل، الله أعلم. لكن في مشاعر مفقودة، والمشاعر المفقودة دي وراها سهم كبير، السهم الكبير مخليكم دايما مش عارفين تعملوا ايه في اللي جاي. شايفالكم كمان فستان جديد، رقصة جديدة، فرحة جديدة، في امور جديدة عندكم، يعني في مناسبة، شايفة ان انتوا رافعين ايديكم، ممكن تكون المناسبة دي نجاح تخرج، نجاح في سفر، تحقيق حلم، لان انتوا فرحانين جدا، والفرحة دي هتكون تخصكم انتوا، يعني هتكون مرتبطة بيكم انتوا، هتبقى انتوا مبسوطين جدا ان اخيرا حاسين بفرحة من الفترة اللي فاتت، من الزمان اللي فات، يعني من المدة اللي انتوا عايشينها. طيب البعض منكم كمان عنده نقطة، لإما نقطة من بداية السطر، لإما نقطة في مع حد، أو باب هتقفلوه مع حد، في شوية تغيرات. النقطة دي بتدل على كذا تغيير، ممكن تغيير عتبة، ممكن تغيير أمور مرتبطة بتفكيركم والحاجة اللي ببالكم حاليا عايزين تعملوها، ففي كذا حاجة انتم مرتبطين بيها، والحاجات اللي انتم مرتبطين بيها دي هتحاولوا تفكروا فيها بتفكير مختلف عن اللي انتم فيه. شوف انتم بتفكروا ازاي حاليا، تفكيركم كله هيتغير 180 درجة، لاني انا شايفاكم انتم اللي عايز يبقى مهندس، اللي عايز يبقى محامي، اللي عايز يبقى دكتور، اللي عايز يسافر بره، انتم عندكم تحقيق من ناحية الدراسة، لان البال مشغول جدا بناحية الدراسة، طول الوقت بتحاولوا تسعوا للنجاح اللي انتوا فعلا تستحقوه. في طريق نهايته جبر، الطريق اللي نهايته جبر ده في طبطبة اطفال للناس اللي مستنية اطفال، لان هو ملهوش اي تفسير تاني غير طفل، طفل كده انتوا مستنيينه، او بتدعوا ربنا يكرمكم بيه. البعض منكم كمان ممكن يكون ليه كام سنة مستني موضوع الحمل ده،
في حصان، الحصان ده بيدل على خروج للأمان. يعني لو انتوا في علاقة مسدودة فانتوا عندكم خروج للأمام، لو انتوا في دايرة مقفولة فانتوا عندكم تغيير، يعني حاجة أفضل من الحاجة. شوف انتوا عندكم ايه، طبعا القراءة طاقة عامة، فانتوا اللي هتحددوا عندكم ايه. عندكم ايه؟ نقلة من مكان لمكان، سكن من مكان لمكان، الله أعلم. فتحقيق الأمور دي انتوا اللي هتحققوها، يعني انتوا اللي هتقدروا تقولوا ايه اللي احنا عايزين نوصله. لكن لو انتوا خليتوا بالكم من نفسكم شوية هتلاقوا كل الأمور بدأت تتحقق. عندكم حضن، والحضن ده مع حد انتوا بتتمنوه بقالكم مدة، هيبقى فيه طبطبة وهيبقى فيه أمور حلوة، لأن انتوا عندكم حضن مع حد انتوا مشتاقله عشان فيه فرحة كبيرة. يا رب قراءتنا تكون عجبتكم ونالت مرادكم. ان شاء الله بإذن الله انزل لكم قراءات كتيرة حلوة. لو عجبتكم القراءة طبعا ما تبخلوش عليا باللايك وبالتعليق الجميل. تحياتي لكم.